شلون يعني بدك تتباركي بسمعه؟ أنا هاي ما فهمتها. سمعه مانو شيخ بالجامع أو ولي، سمعه واحد ما عم يلاقي شغل قام مشتغل هيك خادم بالجامع. إيه بس بخاف الله. يا أبو ما اختلفنا كلياتنا منخاف الله، ليش في حدا بهالحارة ما بخاف الله؟ بعرف لك ابني بعرف، بس هو قريب من الله وقلبه طيب، وأبوك ما حكى عنه شيء بنو بنو. هلا بالأخير يعني شور شور أبي، نحن ما بنطلع عنه. بس والله ما بعرف شو بدي لكم، شو رأيك دلال أنتِ؟ لك أحكي شبكي؟ يعني أنا شو بده يكون رأيي؟ اللي بتقولوا عليه موافقة وأنا ما بطلع عن شور أبي. أيوة يعني موافقة. سيدي الله يقدم فيه الخير، مع إني أنا ماني موافق على هالجوازي. مهم يا مو هلا شو عاملين غدا؟ مالي عاملة شيء بنوب بنوب، هذا الأكل لبكرة. لا تنسي أسنانك. أيوة أيوة تفضلي امسكي هدول بخاطركم. السلام عليكم. إيه شو علي يا عيسى؟